لله ما شاء الله. كبريتة 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 بالراحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ صباحكم زي الفل ويومكم جميل بمشيئة الله. اهلا وسهلا بكم في قناتكم منوعات رحاب. مشيئة الله النهارده احنا في يوم جديد بمشيئة الله، رحلة تصحيح على جزئيه. طبعا يا جماعة النهارده ان شاء الله السبت 29 يناير احنا طالعين 26 في الشهر العربي، طالعين في اخر يوم فساد في الشهر العربي. ان شاء الله الريح النهارده 2 كيلو 4 كيلو 5 كيلو، الريح بتاعنا ثابت طول اليوم، ريح جاي شمالي غربي، جاي شمالي غربي. طبعا ارتفاع موج النهارده 9 من 10، اقل من متر. مشيئة الله يعني اليوم متميز، احنا متعشمين في الله ان احنا ناخد سمك يعني، فاحنا متعشمين في الله ان يكون رزقنا واقف النهارده. النهارده بمشيئة الله هنشتغل بسبحة 10 صنانير، لان احنا هنستفتح بالغزيلة رصاصة 200 جرام. هنربط ربطة كده للسبحة كده للتسكير بس. طبعا انا مجمع ايه كذا صناع، النار بتاعي اهو كده، الخيه بتاعتي رايحه كده، فانا بنودي السنار للجنب اللي هو بتاع الخيه. بناخد هنا مثلا مقاس، المقاس بتاعي كده، ده المقاس بتاعي، بنسيب شويه صغيرين كده قيمه 2 سم، ودي السلاح بتاعي لجهة الخية. وبنبدأ نعمل عقدة بسيطة نفس المنظر ده كده. ادي اول مرة عديت العقدة، تاني مرة، عايزين ناخد التالتة، ناخدها او اتنين كفاية، هناخد التالتة. بحيث ان انا لما نعلق الخية، طبعا اتجاه السنار كده للخية، لما نيجي نعلقه يبقى السنار ايه باين معايا كده بالمنظر ده. زي ما قلنا يا جماعة، زي ما قلنا الرصاصة بتاعتنا 200 جرام، انا شغال بمكان 10,000، خليكم معايا برضه وراها لكم. دي المكنه بتاعتي يا جماعه، اسمها سي سايل. المكنه دي 10,000 سني، بقالها معايا حاليا سنتين، بصراحه ما شفتش منها اي مشكلة. مكنة جميلة يعني. الناس اللي هي بتسأل على العدة، لو عايز تجيب مكنة زي دي للتصحيح مكنة كويسة، بس انت ايه خلي ايدك فيها على طول في الجهاز والنظافة وكده. النهاردة راح نشتغل في عود مفرغ 3 متر، اللابلوك بتاعه جبل زي ما انتم شايفين كده. ان شاء الله متعشمين في الله ان يومنا يكون موفق باذن الله. خليكم معانا يا جماعة. خلي بالكم عشان التسقيط الأيام ديت مش مجزي،
اللي طالع يطلع يطلع عشان يتسلى. البحر مش مظبوط خالص الايام دي طبعا. ما تتغرش باي صور بتشوفها على فيس على هنا على هنا، ده بيبقى كلام في الفاضي. لو كل واحد من اللي قاعدين ده خد سبحة سمك وتصورت، انت هتحس ان اليوم كله سمك. دي نصيحة يا جماعة، التصقيت مش مظبوط لحد يمكن شهر كمان، الاجواء مختلفة خالص عندنا والدنيا متلخفنة خالص. ربنا المستعان وربنا يرزق الجميع ويوفق الجميع. راحة يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، انا مش شايف حاجة، مش شايف حاجة. يهدي العاصي يا رب. يلا بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله بالراحه بس يا جماعه. شفتش لسه ونورتش؟ بالراحه بالراحه بالراحه. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. على مالك ابو شوقي الله يكرمك. الشمس خرفت في البتاع. بسم الله ما شاء الله. كبريته كبريته كبريته. بالراحه 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 بالراحه. لا لا يلا ماشي. انتوا تاخدوا السمكه واحنا نصوروكم. الله لا ما شاء الله. الله يبارك لك في رزقك يا جميل. افتحك نادي ان شاء الله. بس جانا انت خدت بقى. هندسه الله يبارك في رزقك حبيبي، ربنا يبارك في رزقك. ايوه يا ميدو اديك الشركسي اللي ديله حمصي صلاة النبي. في حاجة واحدة بس اللي مؤذية يا مشوي صح؟ الشوكة بتاعت الظهر. ايوه صلاة النبي عم شوقي. سمكة ومعارض يا عم. بإذن الله بالله وسلم. السمكة والسموارة. شابك
جاي معاك يا سامر؟ يا يحيى تحكم يحيى مين مش هيلوت صراريشك يا يحيى. يا جماعه زي ما انتم شايفين كده السمك اللي بيطلع سمك وحيد ومش كتير كمان يعني ومش كل الناس اتربط الحمد لله على اي حال. بس يا جماعه حبيبي انا ما بنصحش حد يطلع طيب ابو الهام الوحيد اللي فاهمان في الفساد نهايه الفيديو يا جماعه. السلام عليكم ورحمه الله. لا رب.